واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالبيئة، ونجحت حملات الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استكمالا لما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لحماية البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والتصدي لجرائم غش السلع بكافة أنواعها، فقد وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية متنوعة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل عدد من محلات وشركات المواد الغذائية واللحوم، وكذا مطعم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة. كما تمكنت من ضبط المسؤولين عن شركتين بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة بداخلهما أكثر من 10 أطنان لحوم ودواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر. واستمرارا للحملات الأمنية بالقاهرة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها أكثر من 10 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 1.5 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 78 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة وبدون بيانات داخل مخزنين ومصنعين وشركتين بدون ترخيص لتخزين والإتجار في هذه النوعية من الأعلاف، وضبط شركة ومحل بدون ترخيص للأسمدة الزراعية عثر بهما على 7.5 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 طن أسماك ومشروم داخل مخزن بدون ترخيص تابع لشركة للاستيراد والتصدير بالجيزة، وضبط أكثر من 8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة. واستكمالا للحملات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت من ضبط 73 طن أعلاف حيوانية بشركة بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية، وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية متنوعة بجمعية تعاونية بدون ترخيص للثروة الحيوانية ومحل لخلط الأعلاف بدون ترخيص. وتستمر الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية وما تحققه من نتائج إيجابية من أجل حماية البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.